السلام عليكم يا شباب، اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، يا رب تكونوا بخير. جالي سؤالين حابب أجاوب عليهم في الفيديو ده. أول سؤال يا باشمهندس، مشكلة السن، هل السن لو أنا كبير مثلا فوق الـ30 أو الـ35 أو الـ40، هل هيكون سهل إن أنا أشتغل في شركة؟ والله السؤال ده يحتمل حاجتين، كله على حسب الشركة. الشركة ممكن تقول لك اه او لا. لو الشركة مش فارق معاها السن خلاص، لو انت مهارتك كويسة وعندك مهارات كويسة ممكن تعينك، وده حصل وانا في شركة من الشركات، عيننا واحد فوق الخمسة، غالبا كان 37 او 38 سنة او فوق كده كمان. فمش مهم ابدا السن طالما انت مهارتك كويسة جدا، معاك المهارة اللازمة للشغل ده، مفيش مشكلة في السن خالص. وفي شركات لا، في شركات بتحب السن الصغير، ليه؟ عشان يفضل معاها. انا مش عايز اعين واحد كبير، انا عايز اعين حد صغير عشان يفضل معايا. وجهات نظر. طب يا باشمهندس اعمل ايه لو انا سن كبير؟ تفضل تشتغل على نفسك وتشتغل فريلانسر. اي شغل بقى، مثلا تخش على مواقع فايفر، اب وورك، خمسات، ايا كان، وتشتغل فريلانسر. لو قدمت مثلا، لو مش متاح معاك الشركة مثلا، لو انت قدمت كتير مثلا ومفيش حد بيرد عليك وانت مهارتك كويسة جدا جدا جدا، انا معاك ان انت تفضل تقدم، ولو ما جاتش الفرصة المناسبة اشتغل فريلانسر، مفيهاش مشكلة. يعني فكرة السن والله ما كانت عائق ابدا على ان انت تشتغل. كل ما كانت مهارتك كويسة جدا وعندك القابلية ان انت تتعلم بسرعة وتشتغل وتعمل مشاريع كويسة جدا، هتقدر تشتغل بسهولة جدا سواء في شركة او سواء فريلانسر. ده بالنسبة لي السؤال الاول. السؤال التاني، واحد بيقول لي يا باشمهندس انا فعليا مش بكمل حاجة للاخر، يعني ابدأ مثلا في كورس كذا ما كملوش، ابدأ في حاجة كذا ما كملهاش، ابدأ في حاجة كذا ما كملهاش، مشكلتي ان انا مش بستمر. ايه الحل بتاع المشكلة دي؟ الحل بسيط جدا، ان انت مش عندك هدف، مش قدامك حاجة نفسك تحققها. يعني انت بتذاكر للمذاكرة، انا مش عاي... مع... مع... مش مش قدامك حاجة شايفها قدامك عايز توصل لها. يعني مثلا لو انت عايز توصل لشركة هتفضل فعلا تشتغل على نفسك وتذاكر لحد ما توصل للشركة اللي انت عايزها. طول ما قدامك مفيش هدف عمرك ما هتكمل حاجة للنهاية. فالناس عشان تقدر حل المشكلة دي، عشان تقدر تكمل كل حاجة للنهاية، أول حاجة إن أنت يكون في هدف، تاني حاجة واحدة واحدة. إن أنت مثلا عايز تذاكر كورس مثلا 40 فيديو، إحنا بنحب نستعجل فعايزين ناخد 40 فيديو في يوم واحد، ده غلط. في التأني السلامة وفي العجلة الندامة، فقسم ال 40 دول على 10 على 10 أيام، يبقى كل يوم 4 فيديوهات. هتلاقي نفسك بتنجز في اليوم وهتلاقي نفسك مستمر. بيقول لك قليل مستمر خير من كثير متقطع، او بالظبط كده المثل بيتقال كده، تمام. فلازم تفضل تستمر وبالراحه بقى، يعني حاجات بسيطه كل يوم، زي ما بيقول لك لو انت عندك مشكله كبيره قسمها لاجزاء صغيره هتعرف تحل المشكله الكبيره. مشكلتك الكبيره دلوقتي ان انت مش مستمر، خلاص خلي الكل انجازك اليومي بسيط. اول يوم هذاكر فيديو، تاني يوم لقيت النفسيه قابله شويه فيديوهين ثلاثه اربعه، لحد ما تلاقي نفسك عمال فعلا تستمر وعمال تذاكر اكتر واكتر واكتر. يبقى الحل بتاع المشكله دي ان انت اول حاجه يكون عندك هدف لازم توصل له، تاني حاجه الكل حاجه امشيها بالراحه، حقق انجاز يومي بسيط وافضل استمر عليه. بس كده، دي السؤالين اللي جاي. لو حد عنده اي سؤال يسيبه في الكومنت بتاع الفيديو ده، وباذن الله الفيديو الجاي نجاوب عليه. يا رب يا رب يكون الفيديو بسيط وفاتكو. ان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجاي. ما ننساش دايما ندعي ان ربنا يحسن خاتمتنا ويثبتنا عند السؤال. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.